أستاذ حسين القمزي، يعني أستاذ خلفان الطوقي ذكر بأن هنالك تعافي اقتصادي في عمان، ولكن بعض دول الخليج لم تتعافى اقتصاديا. كيف ستتأثر الإمارات عند تحمل الأعباء الإضافية للمشروع له مشروع سكك الحديد؟ وهل يمكنها ذلك في حال عاد برميل النفط للانخفاض؟ أنا بداية لست متحمس لقضية ارتفاع سعر برميل النفط إلى هذه الدرجة على أساس أنه سيوفر السيولة والتمويل الداعم. السبب في اعتقادي ذلك أن عندما ترتفع الأسعار إلى هذه الدرجة ينضرب الطلب، فقد نشهد أيضا انخفاضا في الجهة الأخرى في الطلب على النفط بسبب ارتفاع سعره. ولكن أنا أعتقد بالنسبة للإمارات حتى داخليا الأمر استراتيجي جدا، استراتيجي جدا، ليس يعني من الناحية الاقتصادية وكذلك من الناحية الأمنية والاستراتيجية، القدرة كذلك على النقل السريع. يعني أنا نظرت، انظري إلى مثلا التكلفة، من هذه المعلومة موجودة في موقع أعتقد قطار الاتحاد، شحنة قطار واحدة تساوي 300 شاحنة على الشارع على الطريق. يعني تكرار هذه الرحلات من هذا القطار تعني الشحن بأسرع وبطريقة أوفر بشكل كبير جدا. فأنت أخذت 300 شاحنة من الطريق ووفرت سعر النفط وسعر النقل. استراتيجيا كذلك شبكة القطار بطريقة الربط، يعني مثلا بإمكاننا نحن مثلا في الإمارات حاليا أن نتجاوز مضيق هرمز إذا سلمنا مثلا عن طريق الفجيرة. نفس الشيء في عمان، يعني لو تمكن من توصيل بضاعة فأنت تتجنبين المضائق من الدقم إلى جدة، فأنت تجنبت باب المندب. يعني هناك وفرت التأمين، وفرت أشياء أخرى. فأنا أعتقد المشروع مهما كان هو استراتيجي جدا للاقتصاد وللأمن يعني لتطوير المناطق وتطوير البنية يعني الاقتصادية للمنطقة وربطها. يعني أنا قصدي أن إيرادات المستقبلية أكثر بكثير من ما نتصور في تكلفة الحالية.